الله تكون مزيان بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم خاص يعني الناس اللي غاديين مسافرين المغرب، يعني خاص الجاليه المغربيه. الله يوصلكم على خير اول حاجه اللي غادي نسافر. وجيت باش نوضح بعض الامور، شنو كيطلبوا في المطار، وشنو زعما الصعوبات، ولا شنو زعما الحاجه اللي مزيانه. قبل ما نسافر حتى انا كنت وحده بحالي بحالكم، كنبقى نتبع في لي فيديو، كل مره كنسمع اخبار لي ستريس، مره هادي مره هادي. الو الواحد كيستريس وما كي بحقيقه كيتبرزا. نيت انا دابا راه في المطار ديال اوغلي ان شاء الله، باش غادي نمشي درنا على حساب الرباط يعني مع هاد ويا ديال الماروك اللي خدينا حتى حنايا بحالنا بحال عباد الله لا بخومو، لان سيدي الحبيب ما كناش غادي نمشيو. من شكرا زعما من هذا المنبر من هذا الفيديو كنشكر جلالة الملك اللي عطانا فرصة وتاح لنا فرصة ويعني وفكر فينا ودار التفاتة باش حتى حنايا نمشيو نشوفوا العائلة ديالنا اللي هادي عامين ما شفناهمش. شكرا فرونشمون، شكرا للغوا والله زعما شكرا اللي عطانا فرصة وهذه التفاتة جميلة. وكما قلت لكم ما شفنا هما الأوراق ولا الباقي اللي كيكتبوا مع غويال، يعني اللي كيقلبوا عليها واللي كي زعما كيفيريفيوها هي البي سي ار. البي سي ار ما خاصهاش تكون فايته 48 ساعة، كيحسبوا لي زعما بالنهار هذه باينه كيفيريفيوها. كما قلت لكم الحاجه اللي كيحكروا عليها هي البي سي ار، ما يكونش فايت 48 ساعة. هذاك بلا كابي كيحسبوا لي يعني امتى درتي وامتى غيسالي. 48 ساعة ما خاصكش تفوتيها يعني ساعة، هذه كيحكروا عليها. الفاكسان تيسولوا عليها، حتى حنا سولونا عليها، عندنا لابليكاسيون كتوريها لهم. وكيسولوا باغ كونطخ على لاكارت ناسيونال ديال الدراري اللي عندهم 18 عام. لي مينور ما قالوا لنا عليهم والو، لان انا نيت ودي مينور ما عطيتو غير البيسيار من البو سيتو. وحنا سولونا على الفاكسان لي زادولت قلنا لهم عندنا قلبوها لنا. والناس عاوتاني باغ كونطخ فيت تويت لايف كنحبسكو لاجونس قدامنا، الناس لي خاصهم يبداو الحالة المدنية. وغويال ما كتقلبش على الحالة، على اللي في الفامي ما كتسولش عليه. صافي كيكون عندك هو الحاجة اللي كتسول عليها هي البي سي ار وعلى الفاكسا. اللي ما عندوش لاكارت ناسيونال، الناس اللي ما صوبوش لوليداتهم لاكارت ناسيونال ما تخافوش، لان كيسولوا غير على الحالة المدنية. انا نيت شحال هادي كنت قلت لكم ستريسي مع لي فيديو اللي قبل اللي راه كيردوا، راه هادي راه الا ما صوبتي الشهاده خاصك تمشي حتى للقنصليه. مي فينالمون قلت لكم ها انا يعني راه داكشي اللي كاين كنعاودو لكم. كيبقى الا ما عندكش الولاد ديالكم الحاله لاكارت ناسيونال ديال المغرب لانهم ما عندهم جنسيه فرنسيه، كيقلبوا على الحاله المدنيه وبجديه معاكم ديال البلاد كيسولوا عليها. سينو صافا كلشي مزيان زعما ترونكيل، خذوا وقتكم هكا الحمد لله داكشي مسر به الحق ولله. واخا كينزحام ما كيتعطلوش ما تعطلناش لانهم حالين بزاف ديال هذا باش الناس كيسر بهم. وهادشي ما كان، وكنتمنى ان شاء الله الناس تمشي بخير وعلى خير وتبقى الوالدين ديالها في احسن ما يرام، وان شاء الله ما عرفيش الشمل كاع. ايوا هادشي المكان ان شاء الله ربي كل واحد يوصلو بخير وعلى خير. يا سيدي ربي يجمع الشمل مع العائله ومع العباد، واللي ما ساعفوش الحاج راه كلشي فيه الخير الحمد لله، كلشي زوين كلشي فيه الخير كل شنو مكتبين. وكنتمنى ان شاء الله كل واحد يوصل بخير وعلى خير على عائلته، يوصل الجميع بخير وعطله سعيده ان شاء الله. وفي فرصه قادمه ان شاء الله فيديو اخر، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وبارطاجيو مع العائله ديالكم، وسيرتو هذا الفيديو باش كلشي يستافد. الناس اللي باقا باغا تجي ولا الناس اللي مازال ما طلعتش يستافدوا من هذا الفيديو، وان شاء الله يكون خير للجميع وساعه سعيده. شكرا.